السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. نحن نلتقي عبر لحن المساء ومع يعني الساعات الحاسمة زي ما بنقول الدقائق الحاسمة. أولا إخواننا، قبل ما نبدأ يا أخي، في ناس كتار زي ما قاعد يعلقوا على النظارة، قاعدين يعلقوا يا أخي على التحية بتاعت الاستفتاح دوما دي، بتاع التحية وسلاما دي. يا أحمد الضي يا أخي، أنت مالك يا أخي؟ في ناس يقول لي أنت ما عندك مقدمة غيرها يا أخي. شنو يا أخي يا أخي يا أخي قديتنا بها يا أخي؟ يا أخي ده شو تعبتنا بها كده؟ يا جماعة، أي زول عنده بصمة معينة أو عنده ماركة معينة، أنا ما بيغلبني في كل لايف أجيب مقدمة مثلا، لكن أحيانا بتكون عندك يعني حاجة معينة هي الماشي بها أنت، او هي اللي انت دايره تمشي تكون ماركه مسجله موجوده، فده السبب. لانه كثير بعدين هي ذات يعني ويلقون فيها تحيه وسلاما، هي ذات من ايه يعني كويس في الفرقان، سوره الفرقان. كيف اخباركم كلكم؟ ان شاء الله طيبين، كبار وصغار، ابا واما، خالا وعما. ونحن في بدايه اللايف كويس بنقول مين هسي هلا مدريد، مين هسي كويس هلا مدريد كويس. تحياتنا لكم يا كاتالونيا، تحياتنا لكم شديد جدا اصدقائنا البرشلونات او البرشلونابيين، عليكم التحيه والتقدير. وطبعا كلكم دايرين تخشوا على المباراه بعد شويه، مرحب بكم. الناس كلها طبعا يا زول منتظرين الماتش ده، انه حيكون كيف وكلام كثير جدا. طيب تحية وسلام يا عمور. ايوه تحية وسلام. الناس كلها منتظرة البرنابيو هناك، السانتياغو برنابيو اللي زمان كان اسمه تشا مارتن، وتم افتتاحه في العام 1947 واكمل تماما كل عمليات التشطيب في العام 1955. مسمى على أسطورة ريال مدريد سانتياغو برنابيو، الأسطورة المعروفة لكل الناس والمعروفة للكثير منكم كويس. دي مقدمة سريعة يا جماعة، داخلين في الموضوع كويس. ريال مدريد، ومعروف جدا من هو ريال مدريد، وكونه انه يسمى على الأسطورة اللي احرز اكثر من 1000 هدف في يوم من الايام اللي هو سانتياغو برنابيو، والملعب يكون بالاسم ده، يعني حاجة كبيرة جدا. مدريد هناك جاهزين للانتصار، لكن برشلونة بيجي قاعدين كويس. ليه يا اخي؟ لا حول. واحد اسمه الدنور قال بالكلاسيكو لا صداقات ولا معارف ولا اقارب، ان لم تكن برشلوني فانت عدوي. يا زول اقول لك حاجه، كره القدم ما المفترض يكون فيها معتصم النور اصلا عداوات، بالعكس هي حاجه جميله جدا، حاجه للهناي يعني الناس اللي بتقول مدريد في فتيل ليل كويس، وماذا ان انتصر الريال ماذا ستفعلون كويس. بس الكلام في النصيبه اللي اسمها ميسي دي، يعني هي حقيقه هي دي نصيبه يعني اتعبت جميع العلماء. قالوا زمان العرب كانوا يقولوا لاي زول جاب لحن فريد ولا قصيده جميله بيقولوا له انت بت ليله في وادي عبقر، وكان وادي عبقر هذا تسكنه الجنون. فاي زول جاب لي حاجه سمحه شيء بيقول له انت بت ليله في وادي عبقر. فالنصيب اللي اسمها ميسي دي اخذت شهرين اجازه هناك في وادي عبقر ده، فدي مساله متعبه جدا. فانا انصح المدريديين الكتالونيين يحافظوا على ميسي، يعني يحاولوا مباريات زي دي كده ما يلعبوا فيها، اي لانه يعني ما هناك كده، اي خلوها ريال مدريد برشلونه بدون ميسي. انت ممكن تلعب لك فريقين على فريق كمان، دي مشكله ذاتها، يعني دي مشكله حقيقيه. طيب مرحب بكم كثير، ونحن منتظرين الكلاسيكو. لكن الاشكاليه يعني الاشكاليه الكبيره في انه عندنا اضراب، دي المشكله هنا، عندنا اضراب كمان شغال والله. الاضراب ما الناس خلاص الليله، الناس شالوا شنطهم ومسافرين على مستوى المينا البري، ماشيين في امان الله، دارين يسافروا لاهلهم. فجاه قال لهم الحفله الباصات ما شغاله، مش كده؟ قال لهم الباصات ما شغاله، يا ناس دارين نمشي لاهلنا، دارين نمشي لناسنا. قال لهم لا والله الليله ما شغاله. والموضوع ده عمل ازعاج كبير جدا، الموضوع ده ما بين مؤيد، ولكن الناس ديل عملوا الاضراب، هل لهم حقوق ولا لا؟ هل لهم حقوق والمفترض شركاتهم وجهاتهم تكون عليهم واجبات او لهم واجبات ولا لا؟ يا دي نقطه يعني هنا نحن نوقف نفسنا فيها. البلد بتمر بوضع غريب جدا،
كويس. البلد بتمر بوضع غريب، البلد داخلة على منحنيات غريبة جدا. نحن نعمل شنو؟ كويس، نعمل شنو يا اخي؟ الليلة مستشفى القضارف، مستشفى القضارف الليلة اكسجين ما في، اكسجين ما في عديل كده. البيئة بتاعت المستشفى تعبانة لما بهناك ومنتهية لما بهناك. اي زول الليلة يجي عينة، كويس، اي زول يمشي عينة يا جماعة. والله اقول لكم حاجة، والله والله دي مسألة مزعجة. القضارف في شرق السودان الليلة، الحال في الأبيض الرغيفة بخمسة جنيهات الليلة، كل اللي تحدثنا معه من الأبيض الرغيفة بخمسة جنيهات، رطل السكر أو كيلو السكر بثمانين جنيه والزيت سبعين. يا أخواننا تتخيلوا الوضع ده، ما يعني الوضع ده يا جماعة كيف يا أخي هيمشي بالمستوى ده؟ كيف الناس اللي فاتحين اللايف الآن؟ كويس، يا ريت يا ريت أي زول معانا الآن فاتح اللايف يورينا لو الصوت عندكم واصل واضح. كذلك ايضا بنذكر بلايك شير للفيديو، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين، الشير اسفل الفيديو على يدك اليسار، زائد ملصقات ملصقات. كويس، فشنو بالنسبه للناس يا جماعه؟ والله انا عندي غايته، يعني عندنا متابعين رياضيين دايرين ان نكون رياضيين، وعندنا اسمه شنو سياسيين دايرين ان نكون سياسيين، وفي سياسيين ومعاهم اسمه شنو، في سياسيين ومعاهم رياضيين، فدي دي ده موضوع صعب جدا. كويس، طيب واحد قال لي السلام عليكم حمدوك حميدتي، كم النتيجة؟ الله يا أسامة والجبريل، غايته لغاية الآن حمدوك متأخر بثلاثة أهداف لغاية الآن. طيب الأمين علي بيقول لي والله المين البري عبارة عن مين جمارك. كويس، في ناس يعجبوا بالمقدمة يمكن الرياضية. كويس، واحد اسمه توم آدم قال مرة سياسة ومرة رياضة الاثنين معا ما بيمشوا، والله حيرتنا. ألقلك منو ما بيمشي يا توم؟ ألقلك منو ما بيمشي؟ انت ليه داير عقلك ده يكون ضيق في اتجاه واحد؟ ليه؟ الله خلقك عندك 180 مليار خلية عصبية قاعدة على مستوى الرأس، الله خلقك بتقدر تفكر في 60,000 فكرة في اليوم، أنت ما عارف إنه الإنسان بيفكر 60,000 فكرة في اليوم؟ ما عارف الموضوع ده، للأسف بيكون 80% منها سالب، كويس، وتذكرة بماضي وبإزعاج وبمشاكل وبكده، دي الدراسات العالمية بتقول كده. انت ما عارف انه محمد احمد المحجوب كان بيلعب التنس وكان بيلعب الجولف وكان رياضي وكان شاعر وكان ملحن وكان محامي وكان وكيل نيابة وكان قاضي وكان رئيس وزراء ووزير خارجية؟ المخ الله كبير والله. يقول لك حاجة في الرياضة دي، سقراطيس بتعرفه هناك في البرازيل ده دكتور بيسموه كان دكتور اللاعبين وعنده اكتشافات طبية كمان جاي ما ساكت، ده كان قاعد انت الزول تشوفه الصباح يفحص لك جيك هنا، ده ازعج فحص في العالم. كويس، انت بتشوفه الصباح قاعد في المعمل ولابس لك الميزة الطيب تلقاه يجي فيه جونين ولعاب لعب، ويا زول ده عهد ناس جرينشيا، هوي والله الوقت ده كنا زيكو خلاص التاريخ السامبا المعروف. فشنو انت ربنا بيديك خلايا عقلية قوية، أي إنسان في الدنيا دي قبل اليوم قالوا دارين يجيبوا لا مخ أغبى إنسان في التاريخ، قالوا دارين يجيبوا الكلام ده. كويس، انت عارف قالوا بيحتاجوا لانه مدينة طوكيو، خلاص مدينة طوكيو تكون مربوطة كلها بالكمبيوترات عشان يجيبوا مخ أغبى إنسان في التاريخ. فربنا سبحانه وتعالى بيخلق الزول، يعني بديك انك انت تكون يعني هسه بتلقى لك فنان واديب وناقد وسياسي في نفس الوقت، عملها كيف؟ كده وريني، لانه استغل المقدره اللي اداه له الله سبحانه وتعالى. كويس، عشان كده اي زول يسال نفسه سؤال، انت بكون الله ما اديك يمكن في الطب وفي السياسه وفي الرياضه وفي غيره، لكن لا انت دار تحصيرها بس تبقى زول اتجاهك واحد بس، كده ما بتحصر نفسك، كده حتكون في اطار ضيق، حتكون انت في فتيل، ده الفتيل الحقيقي، الزول اللي بيكون ما قادر يمرق من الاطار اللي هو ماشي فيه بالمناسبه. ودي مساله مزعجه تماما. مرحبا ايمن السعودي، الليله ظهروا لي ناس لهم فتره لا حول ولا قوه الا بالله، مرحبا بكم. كويس، يا اخوي قحط دايرينك تشتغل كوره بس وتتفك منه. لا يا هشام انا صاحي للحكايه دي، انا صاحي لها تماما. كويس، فشنو برجع للرياضه، والله اشتقنا للتعليق الرياضي. كويس، ولكن دايرين نطمئن على مستقبل الشباب وعلى مستقبل البلد. البلد مسلم قال لي الليله عجبتني والله، قال اصعب فحص، اي والله اصعب فحص، فحص النص بعدك تشك خلاص، فمساله مزعجه جدا. طيب نجي راجعين لموضوع
الأزمة. الناس دي قالت يا أخي بيسحبوا مننا الرخص بتاعتنا. ناس المرور قاعدين تجي مرة تيت صفارة تعال ماشي وين أجيب جيب الرخصة بتاعتك كويس. ده إذا مثلا اتعديت السرعة، ومرات إذا قمت رفعت ناس من الموقف ساوي التمارك كويس بعد ما شحنت الباص. طيب الرخصة قال حسب متحدثين ذاتهم شهرين بتسحب الرخصة، 3 شهور. طيب الزول فعلا يأكل من وين في الفترة دي؟ إذا كان في مخالفة ليه ما تكون مخالفة مالية ويكفوا السواقين ديل ذاتهم حد العوز؟ هو السواق ده بيشيل تاني زيادة ليه؟ أنت دار تحل الأزمة ولا دار تحلها موضوعيا ساكت؟ دار تحلها من جذور وتكون إنسان راديكالي أصولي في الحاجة دي؟ عليك ترجع لأنه الشركات اللي بتشغل السواقين ديل في البصات ليه ما بتديم القروش ذات الكفاية؟ ده سؤال هنا خلاص. ليه ما بتديم القروش الكفاية أو الراتب المجزي اللي يخليه إنه ما يحتاج يشيل زول تاني ويدخل في مخالفة؟ فبالتالي الحاجات دي ذاتها في القانون بتاع المرور من ناحية قانونية خلاص، من ناحية قانون المرور بتتسحب الرخصة دي معروفة في 4 حالات كويس، منها ضعف البصر. إذا زول بصره ضعيف البتة خلاص بيضطروا يسحبوا منه الرخصة عشان ما يعرض نفسه هو ذاته لمشاكل، لأنه إذا ما عنده الرخصة ما حيقدر على الأقل يسافر بالعربية، لأنه في أي معبر هنا بيوقفوك. طيب دي حاجة. منها قال السكر والمخدرات، إذا الزول سكران تسحب الرخصة منه، وإذا مخدرات متعاطي أو عنده برضو تسحب أو تتشال منه. قال بعد ذاك عندك حالتين، إنه عمل حادث وقام جاري، هو عمل حادث وقام جاري ده خليه شفته خليه يحاكم أو خليه يسحبوا منه الرخصة. هنا دي منطقية جدا أكتر واحدة خلاص، لأنه ممكن تسيخ ليك مثلا روح إنسان وتقوم جاري تخلي الناس خلاص. هنا دي حاجة. الليلة السواقين كلهم بيحتجوا على النقطة دي وبقولوا الحوافز بتاعتنا ضعيفة. ويا حكومة غحت اسمعوا الكلام ده بصدقكم، اسمعوا الكلام ده كويس. إضراب السائقين وحرق الإطارات وعمل المظاهرات قدام كويس قدام المين البري الليلة بشكل واضح بأنه الليلة من المنصات الرئيسية في الخدمات المجتمعية والتنموية في البلد وغيرها، زي المواصلات زي البناء زي غيره. الليلة لما يحتجوا عليك بالشكل ده عليك انك تراجع نفسك بشكل واضح، عليك انك تراجع نفسك وسياستك تجاه الناس دي. ما تحاول تمشي تودي لهم وفود عشان يخدروا الموضوع موضوعيا، حاول يا حل الأزمة يا اطلع كاشف الناس السودان ده كله. يا اخواننا نحن مشكلتنا 1 2 3 7 10، المشكلة دي ما بتتحل إلا بعد كذا كذا كذا. تعالوا ورينا كلام واضح، ما دايرين كلام زي الكلام الخطأ اللي اقترفه دكتور عبد الله حمدوكو. بالمناسبة الخطأ ده ما مغفور يا جماعة، بالمناسبة الخطأ ده ما مغفور إلا بالاعتذار وعدم التكرار. بالمناسبة يا جماعة كون إنه رئيس الوزراء يطلع يقول لك بيان للأمة بعد قليل والناس دي كلها تنتظر، وهنا الناس راكدة في المستشفيات من الإصابات ومن البومبان اليوم الدقونة يوم 20 خلاص، بعد شوية يقول شكلنا لجنة احترمنا كلامه جدا وخفناه من الاستغالة ذاته خلاص، يجي يقول عندنا لجنة تطلع بعد ما أكثر من أسبوع. اللجنة دي نحن للآن كمواطنين وكناس متظاهرين في الموكب ده، يعني نحن ما عرفنا أنتوا عملتوا معاهم شنو. ما في حاجة اسمها أغيل مدير الشرطة، هل أغيلتوا من خلال اللجنة ولا كيف؟ نحن بنعرف ذاته مدير الشرطة ده سلطاته الحقيقية عند وزير الداخلية، نص الوثيقة ذاته فيه تمويه في الحتة دي، نحن دارين نعرف. ما في حاجة اسمها وتمت إقالة مدير الشرطة، لا، تعال باللجنة ورينا عقد لنا مؤتمر صحفي نحن كشعب سوداني، لأنك أنت خاطبت الشعب احترم الشعب. دي حقيقة. إذا يا جماعة سيدنا عمر رضي الله عنه قال إن أخطأت فقوموني، وماذا قال لهم يا أخي لو أن عمر انحرف عن الجادة قالوا بما تقوموني؟ قال قومناك بسيوفنا. فهمتوا؟ ده نقدي إيجابي، ده ما نقدي هدام، ده ما نقدي عشان يسقط حمدوك. نحن نعم دايرين تسقط الأحزاب لكن ما يسقط حمدوك، نحن مع دكتور عبد الله حمدوك إلى هذه اللحظة. لكن الخطأ اللي اقترفه ده لازم يعرف إنه فيه عدم احترام للمواطن السوداني وعدم احترام للشارع السوداني، عليه إنه يطلع يوري الشارع اللجنة قالت شنو ويعتذر عن الخطأ ده وتاني ما يتكرر. لأنه يا جماعة الخطأ ده المفترض يكون طوي مع الصفحة بتاعت الكيزان، طالما الكيزان سقطه المفترض رئيس الوزراء يجي من بعد بكري حسن صالح ومن بعد معتز موسى والما كانوا بقيموا لنا وزن ولا احترام كمواطنين سودانيين، ديل المفترض رئيس الوزراء اللي يجي بعدهم يخاطب الشعب بالحقائق ووعوده اللي وعيده للشعب يوفي بها. نحن ما قلنا له يكون عندك عصاية سحرية سكتشك بس تجيب الموضوع ده، لا، نحن تعال ورينا اللجنة خلصت لشنو وديل منو الدقونة ديل، تعال ورينا الفيديو اللي فيه أفراد من الشرطة وهم بيعتدوا على محل تجاري، تعال ورينا عملتوا فيهم شنو. دارين نعرف الموضوع ده خلاص، ما خلاص نحن قومنا ثورة، نحن دارين البلد تمشي لقدام، نحن إميلنا فيك خير يا دكتور عبد الله حمدوك، الأمل بتاعنا فيك كان كبير جدا إنه أنت حتخلص البلد من مشاكل، حتخلص البلد من ديون، حتخلص البلد من كوارث خلاص. فالآن
يعني ورينا اللي بيحصل شنو. خلاص انا حواصل معاكم يا جماعه، ساعدونا باللايك والشير. انا جايب التقيل دقيقه بس، ساعدونا باللايك والشير، في معلومات مهمه جدا لازم تصل للناس الان. ساعدونا باللايك والشير، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين والشير اسفل الفيديو على يدك اليسار. في معلومات مهمه لو ما تحدثنا عنها الان وتكلمنا عنها الان بكل جرأه ووضوح، خلاص الان حنذكرها اسي بعد شويه من الجانب الكيزاني. خلاص دقيقه بس لحظاتكم. بنعتذر جدا يا جماعه. طيب الناس الموجودين الان كويس، دي ده الحاصل. فنحن ما زلنا مستمسكين كمواطنين بسيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لكن الخطا ده بنلومك عليه كخطا كويس، زي بيقولوا ضرب الحبيب زيك للزبيب، مش كده؟ نحن هنا بننقدك في النقطه دي وبنقول لك يا اخي يا ريت تعتذر للشارع السوداني، الشارع السوداني بيحترمك ما زال بشكل كبير، خلاص ما زال في ود ومكانه لك، يا ريت تطلع تعتذر وتورينا اللجنه حصل فيها شنو. الاعتذار ذاته نصه يكون اعتذر للشعب السوداني عن تقصيري وتاخيري. ده ما توجيه لرئاسه الوزراء يا جماعه، ده ما معناه نحن هنا افهم من دكتور عبد الله حمدوك، لا ابدا، ده هنا فيه احترام الزول اللي كان مساهر الليل ده. اخواننا الكلام ده بالمناسبه لو رضيتوا انت زادك بتبقى في مشكله، فالاعتذار عنا والوعد بانه ما تتكرر ثاني، ورينا اللجنه وصلت لشنو وحصل شنو، نحن دايرين نعرف عشان نقدر على اقل تقدير نقيم كمواطنين الحاصل شنو في البلد. نحن عندنا يا جماعه مشكله مهمه جدا وجايك لموضوع السلام. الان يا جماعه في تخطيطات كيزانيه كويس، نحن حنجي خليكم معانا نصل لنقطة السلام. في تخطيط كيزاني مهم جدا الناس لازم يصليها الآن بكامل الصورة والوضوح. طيب يا جماعة بالنسبة للموضوع بتاع اللهم صل على محمد كويس، السلام المسيرة بتاعته إن شاء الله قائمة والموكب بتاعه إن شاء الله قائم في 5/3 كويس. السلام الموكب بتاعه والمسيرة بتاعته، السلام أولا. وقبل شوية كنا متابعين مع الوفود اللي هناك، إنه الحاصل شنو، وإنه عرفنا إنه الآن الترتيبات خلاص شبه نهائية كويس، بتجرى للتوقيع بعدها على اتفاق سلام شامل، على اتفاق سلام كامل يقضي لنا على شر الحروب، أعوذ بالله من الحرب والاقتتال خلاص والدماء القانية كويس. ودي مشكلة كبيرة جدا، والآن نحن في انتظار النتيجة في الموضوع ده، ولكن أبشروا واستبشروا إن شاء الله السلام جاي. موكب السلام يوم 5/3، موكب إن شاء الله حيكون هادر، موكب كبير. ليه؟ القضية سلام، ونتمنى من لجان المقاومة بأنها تدعم عملية السلام. وطبعا معروف إنه لجان المقاومة هي عليها الشيل، هي عليها الحمل، معروف انه لجان المقاومه الان هم اللي بيواجهوا البرد والجوع والفلس، وهم واقفين على مستوى الدكاكين الافران، على مستوى المراقبه، على مستوى الحراك، بيراقبوا مراقبات تنظيميه داخل الاحياء حراك الكيزان، وبيتابعوا معاهم التهريب بتاع الدقيق، تهريب الدقيق. بالإضافة لأنه الأعمال بتاعتهم نحن بنقول صفنا واحد مع لجان المقاومة، ولجان المقاومة هي الحاضنة السياسية كويس للبلد. وما بننسى برضه دورهم، لانه اي احد افراد لجان المقاومه الان، فنحن ما ننسى دورهم ايضا في حته الغاز كويس. برضه الوقفه القويه بذكرني الان بموضوع الغاز، الان الناس يا جماعه التعب التعبانين والشحن اللي بيقبضوها يوميا بتطرب غاز كويس، والمواطن فيها مس الحوجه ليها، دي ادوار ما بتتنسي ودي ادوار ما بينسيها او ما بينساها الا زول مكابر. لذلك امبارح في وفد من الحريه والتغيير مشى من برسونه خاطب مجموعه من المواطنين وقال لهم انتوا مالي يا مقاومه، او حداهم لدرجة انه ثاروا عليهم وطردوا ناس الحرية والتغيير من داخل القاعة. الكلام ده كان بتصوير اخونا الناشط فتحي زي
قوي اللي هو التحيه والتقدير ولكل الشباب. ليه؟ لانه يا اخي الكلام ما كان مقنع بالنسبه للشباب الموجودين ورفضوا الحديث عن الخبز وعن غيره بالطريقه دي، وقال لهم انتوا ليه ما بتشاركوا في السلام كاحزاب سياسيه وليه ما بتشاركوا في العمليه الانتقاليه في البلد؟ فده بوري انه في تململ عام، لانه الاحزاب السياسيه شغاله ضد عمليه السلام. الان الشارع بيجي يلفظ الحاجه دي وبيجي يرفض الحاجه دي، الان الشارع بيجي بيضغط من اجل تحقيق عمليه السلام. وعمليه السلام ان شاء الله شنو جايه؟ طيب الصوت كيف يا جماعه؟ الصوت كيف؟ الصوت كيف؟ ان شاء الله واصل عندكم تمام. تسلم كل الشباب اللي هم موجودين على مستوى اللايف كويس. بالفعل يا استاذ احمد، قدر ما نحن اترفقنا وتروينا وانتظرنا في عمليه المجلس التشريعي كويس افضل. ويا اخواننا بالمناسبه الناس السبتس بتتسرع بتقول دايره موضوع الولاء، غير موضوع الولاء يا اخواننا، غير موضوع الولاء. في موضوع ثاني، هل تعلم انه ليه احتمال وبشكل كبير انه يتطبق بعد نظام الاقاليم؟ يعني الله اعلم يكون في حاجه اسمها ولاء. انا كاحمد ضي مواطن مسكين افضل لي بديش ليار بليار مره نظام الاقاليم من انه يكون السودان. ده ما مخطط تقسيم ولا حاجه، مخطط التقسيم ده استمرار الولايات والنظام المركزي اللي بيسحب الدم بتاع الولايات، خلاص اللي هو نظريه الهامش والمركز. لذلك نحن دايرين الحكم يكون بسموه شنو؟ دايرين الحكم يكون فيدرالي. قال لي برهان ما عرض لك حاجه انت كمان؟ والله يا شوقي ما عرض لي حاجه ولا داير يعرض لي حاجه، لكن السؤال يا شوقي، السؤال انت قبل ما تكذب عثمان في الكلام ده هل اتصلت عليه؟ هل سالته؟ هل قلت له كلامك ده صح ولا غلط؟ هل هو برهان قال الكلام ده ولا ما قاله؟ هل الموضوع اللي قاله ده اهم هسه انه هو اللي يكون يصير الراي العام للدرجه دي كويس والهجوم للدرجه دي، ولا كان من الافضل انه يكون الحديث عن موضوع الاضراب ده وعن موضوع عمليه السلام وكيفيه عمليه البناء؟ كويس، هل مش كان المفترض انه يكون الهجوم ده في موضوع تاخير اللجنه التي تحدث عنها السيد رئيس الوزراء؟ مش كان دي مواضيع اهم مما انك تقطع عليك فيديو او تبتزقه فقط من الحته الزول قال فيها بس انا رئيس الوزراء او انا برهان قال لي بجيبك رئيس وزراء بس، خلاص قطعتوا الفيديو من هنا ونشرته في الجروبات، خلاص بتتكلموا عن انه ليه يقول كده وما عارف والزول ده جاب وارمة والزول ده، بدل تشغل المواطن بالحاجات دي. يا اخي ما قال، لو كلامه غلط بيتحمل هو مسؤوليته، كان كلامه صح يا اخي خلاص ما قال له. يعني شنو اذا كان الكلام بتاعه اللي قاله غلط كويس قاله غلط، ده يا ابو برهان ممكن يطلع ينفي. يا جماعه ده ما موضوع اهم لنا الموضوع صف العيش؟ انتوا مركزين معايا يا جماعه؟ هسه الاهم الموضوع ده ولا موضوع صف العيش؟ يعني معقوله انا ابشع بزول واقعد اهاجمه اخلي انه موضوعه ده اكبر من موضوع المواطن؟ ده سؤال يا جماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كويس، قال السلام عليكم ما في سلام للبلد إلا خمسة أغاليم وما. والله يا أخي خمسة أغاليم هي جاية وفي رواية ستة، كويس وفي رواية ستة الأقاليم لما تكون الموضوع بنتك. قال لي أنت برشلوني ولا مدريدي؟ أنا مدريدي البتة. كويس، بالنسبة للكلام يا جماعة الحاصل كويس بتاع الكيزان، في تخطيط برضو في الأيام الجاية في الساعات الجاية. الناس تركز في موضوع المواصلات، برضو موضوع المواصلات في محاولة لسحب جميع الحافلات من المواقف خلاص ومن المكان الناس المنتظرين. أسمعوا الكلام ده كويس يا جماعة، في تخطيط زي ده، وفي تخطيط لأنها تلبس الدور بتاع القوات النظامية كويس، في دور لأنها تلبس بعض الزي كويس. في كلام زي ده يا جماعة لو لاحظتوا كويس، في كلام زي ده. لا في مرحبا يا معاذ قال لي اوك كويس، قال لي اضراب سواقين البساط، تكلمنا عنه في البدايه. بالمناسبه يا جماعه الشحن برضه زي ما قال هشام التكينه له التحيه والتقدير احد المتابعين والمواطنين اصحاب القضايا، هو بيذكر نقطه الليله الشحنات اللي بتمشي غرب السودان اللي هي محمله، خلاص اللي هي محمله بالبضاعه من هنا اللي محمله الليله ما قدرت تمشي كويس، الليله ما قدرت تنزل، اضطروا نزلوا العفش بتاعهم وخلوا المشي. الكلام ده مضير جدا، الكلام ده مضير يا جماعه كويس. ليه؟ بسبب شنو؟ بسبب انهم كانوا بيدوا العربات الكبيره الشحنات دي كانوا بيدوها 10 شحنات في اليوم كويس، كان بيدوها عفوا 10 براميل في اليوم يوميا، 10 براميل جاز. الليله قال لهم خمسه،
الليلة؟ قالوا ليهم خمسة بس. المسألة دي أتعبتهم ليك تعب جدا، والكلام ده ما هينتهي عليهم هم. يا جماعة حلكم الله عينه، الموضوع ده أنا شايف في كم تعليق بيسألني منه تاني. يا أخواننا بالنسبة لموضوع عثمان زنون ده، يا أخي بالنسبة إنه برهان قال ولا ما قال، يا أخي نفترض برهان ما قال. أها يعني شنو مشاكلنا اتحلت؟ كده خلاص؟ السودان موضوع ما شاء الله اتحل واترفع فوق كده وهناك؟ قول برهان ما قال، ها؟ يا جماعة يا أخواننا عليكم الله الشغل خلاص بتاع الكوادر السياسية اللي قاعدين يا أخي أنا ما بتكلم عن زنون بدافع له ولا بتكلم عن مصعب بدافع له، لكن يا جماعة ما يشغلوكم بهجماتهم على الناشطين ويقطعوا عليك كلام. الفيديو ده ما فيه كلام للقحاتة، ليه ما قطعوا؟ ليه قطعوا إلا النقطة دي؟ أنا 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 بقول الكلام ده يا جماعة، متابع عارف الأحزاب الآن شغالة يا شغل غزير خلاص، فما كل مرة النازل يتضايقوا زي ما بقوله كويس، قال لي أنت زعلان مالك زنون نسيبك، هسه ده ردك يا شوقي؟ خلاص أعجزك المنطق؟ أنت سألتني سؤال وأنا رديت لك، سألتني سؤال ورديت لك، أنت دايرني يعني أرد رد معين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كلام مزعج يا أخي، ده كلام مزعج شديد جدا جدا. طيب قال المين البري ما في بساط، فعلا ما في بساط، اتكلمنا عنه قبل شوية. فيا أخواننا ما كل ما هم يتزنقوا خلاص، ما كل ما الحرية والتغيير انزنقوا وما قدروا وشافوا في إضراب هنا وشافوا في هنا يجوا يشغلوكم بأحمد الضي، يجوا يشغلوكم بحمد سيراج، يجوا يشغلوكم بفلان. يا أخي ده شغل بتاع جداد الأحزاب السياسية الشغالين إنه لك شغل ذات عجيب خلاص. فده ما الموضوع المهم، ده ما الموضوع المهم. انت ما تجيب الكلام اللي قاله احمد الضيف في الحريه والتغيير بدل تقطع الكلام اللي انت دايره بس، انت ما تقطع الكلام اللي قاله زنون في الحريه والتغيير، انت ما تقطع الكلام اللي قاله مصعب الضيف في الحريه والتغيير، انت ما تقطع الكلام اللي قاله مسيري مدريدي عيسى خلاص في الحريه والتغيير، ليه بتقطع الكلام زي ما؟ عشان كده بنقول لكم الان بدل ما يقوموا يجي يقولوا لكم خلاص، بدل ما يجي يقولوا لكم بكره احمد قال وفلان قال وعلان قال وحيحاولوا يشغلوها للناس بالشكل ده، نقول لهم عملتوا شنو في موضوع السلام يا احزاب يا سياسيه؟ نقول لهم عملتوا شنو في موضوع السلام يا احزاب يا سياسيه؟ بدل ما تشغلونا بانه يا اخي الناشطين قالوا الناشطين فعلوا، يا اخي انتوا شغلكم وينهم كاحزاب سياسيه؟ يا اخي مالكم قادين الناس بالنشطاء تهاجموا في النشطاء وتكذبوا وتفتروا عليهم وتحاولوا تقللوا منهم في الوقت اللي فيه انتوا الموضوع مهم جدا جدا. فيا اخي ركزوا زي ما بقول لك تحت وهيب احمد الحصه وطن، ركزوا معانا الوطن ده انتوا عملتوا ليه وشنو قدمتوا ليه وشنو؟ البلد فيها اضراب، البلد فيها البصات واقفه، البلد فيها حرق لساتك قدام المين البري كويس، البلد فيها مظاهرات قدام المين البري والرفض، البلد ماشيه على اضرابات في كل القطاعات بتاعتها الخدميه والصحيه، البلد ماشي على اسوأ مستوى. انت تجي يا اخي تشغلني بانه احمد الضي قال ولا زنون قال ولا فلان قال، يا اخي ليه؟ تعال قول لي احمد الضي قال ده غلط وده صح، زنون قال ده غلط وده صح، لكن الموضوع الاساسي لا احمد الضي لا زنون لا مصعب لا هنا، الموضوع المهم وطن صح يا جماعه ولا لا؟ القضيه وطن. فيا اخي قصه كل مره شغاله دي انه فلان وفلان، يا جماعه عليكم الله نتجاوزها، والصفحات اللي بتنشر الكلام ده دي صفحات عندها هدف معين ومعروفه، صفحه فلان وفلان كويس معروفه، ما صفحه ذاتها بتجيب لك حاجه النافعه، صفحه بس بتقصد انها تشتم فلان ده تسخر من فلان ده بس، ده كل الموضوع. ابشركم بانه النشطاء اتحدوا، يعني مهما حاولتوا تفتنوا يا احزاب يا سياسيه، مهما حاولتوا تعملوا فتن الكلام ده ما بينجح، خلاص اسمعوا الكلام ده، الكلام ده ما بينجح، العبوا غيره، النشطاء مستحدين وماشيين في امان الله مهما حاولتوا تفتنوهم. بالنسبه للمرور، ليه في بعض الناس بيتكلموا في المرور هنا؟ ليه كل الناس لما جايين ماشيين بعرباتهم ليه بوقفوهم بيسحبوا منهم الرخص لو ما دفعوا رشوه؟ في زول ما بيعرف الماده 88 في القانون الثمانيتين اللي بيقولوها؟ في زول ما عارفها؟ في زول ما عارف انه الحكايه شنو الحاصله في الشارع العام؟ كويس؟ لذلك يا جماعه البلد قال لي انت شنو يا فلاتي؟ اتشرف استاذ عبد الرحمن، اتشرف اكون فلاتي. اتشرف شديد؟ اتشرف جدا. اي قبيله في السودان شمال شرق وسط غرب تنسب انا مبسوط. اي قبيله انسب ساي يا زول، اختار ساي من راسك. كويس؟ اختار ساي من راسك. اي قبيله عربيه افريقيه شفتها عجبتك قولها، انا ما عندي عقده كره لقبائل.
انت قد يكون عندك عقده من قبيله قبيلتين 10 15 30 انا ما اعرف، انا ما عندي دخل، لكن الحمد لله بتعايش بسلام، ما في حاجه اسمها يا فلان يا. وانت لسه بترجع الناس. انا 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 اشك يمكن بشكل واضح انه ده من الناس ال 500 دولار، انا اشك في النقطه دي. ايوه نعم، لانه انا بعرف الاحزاب بخط العنصري ده، وبعرف وبعرف وبعرف، فده من الناس ال 500 دولار يا جماعه. أو كويس، انا متاكد جدا، لكن تاكد تماما انه الفلات اللي انت بتتعالى عليهم ديل ربنا خلقهم قبائل، خلق فيهم الكعب وفيهم الكويس، خلق فيهم العابد، خلق فيهم الناسك، خلق فيهم الشيخ، خلق فيهم الطبيب، خلق فيهم الدكتور، خلق فيهم المهندس، خلق فيهم الكويس والكعب. كويس، ربنا سبحانه وتعالى هو خلقهم، هو عارف انه خلقهم ليه، وربنا هيوقف يسالك يوم القيامه يقول لك انت كنت بتسخر من عبادي الفلات ليه؟ ربنا حيسألك السؤال ده، تعرض عليه تعرض يا جماعة. أنا بمرات بقرأ التعليقات دي قاصد، لأنه يا أخواننا التعليقات دي تعليقات جداد الأحزاب السياسية، ودي أخلاق غالبية الأحزاب السياسية، يا هالسخرية والحاجات دي أنا بعرفها كويس. لذلك الآن بحاول أنا أوري في الشارع كثير من الشارع العام يا هم ديل ناس الأحزاب السياسية، ودي أساليبهم ودي طريقتهم. كويس، في ناس كنت عارف يقول لي خليك من الجداد، والله يا اخي نسوي شنو يا اخي، نمرق من جداد الكيزان نقع في جداد القحاطه. فالبلد داخله على سيناريوهات يعني صعبه جدا. احنا لسه بنتنابز، انت قبيلتك كده وانت شكلك كده وانت من كده، احنا البلد داخله الان في سيناريوهات. يا جماعه اسمعوا الكلام ده، الليله لغايه تاريخ اللحظه، الليله في زول عارف المخطط القطري للسودان ماشي بهذا المستوى؟ ما يا قناه الجزيره امبارح كانت واقفه ضد الثوره بشكل كبير، وبتختصر فيها وبتجيب لك كل المواكب المفرطقة عشان تضعف لك الثورة وكده. يا هم ده الليلة قناة الجزيرة بيشتروا في النشطاء، معروف النشطاء الليلة الجارين ورا قناة الجزيرة منه معروفين، كويس معروفين، دائما بتلقاهم بيغطوا للجزيرة وبيكونوا مع الجزيرة وبيكونوا. هل الجزيرة كانت جزء من الثورة من البداية؟ السوار ما وجهوا رسالة لوفد الجزيرة لما جاء داخل الاعتصام من أوائل الأيام؟ أما كانت الجزيرة هي الممول للأخوان المسلمين والملمع لصورتهم دائما وأبدا؟ أما كانت الجزيرة اللي بتحاول تصير لنا على إنه ديكتاتور قاتل الأطفال في كردستان العراق؟ خلاص رجب طيب أردوغان كويس اللي هو مجملين لنا صورته غصب كده، خلاص ما هي الجزيرة اللي بيصوروا لك على إنه هو بطل العالم ولا واحد تاني؟ فالليلة بتلقى المواطنين، بتلقى الكثير من نشطائنا بتجار وراء، إحنا بنعرفهم، لكن الحمد لله يفضل لنا ناشط واحد بس قاعد هناك حاتي هناك. داك ذاته عشان تقنعه بانه الجزيره دي ماشيه خط داير لها 10 و30 سنه، ذاته عشان تقنعه بس بالكلمه دي كده تقول له يا اخي دي كده داير لها 10 و30 سنه، لانه الجزيره قد تكون موضحه له بشكل محدد. على اي حال الكلام كثير، فيا اخي نحن عندنا مشاكل اقليميه، عندنا مشاكل بتاعت مجتمع دولي، نحن عندنا مشاكل داخليه الان ما لها حصر. بالنسبه للمستشفيات يا جماعه، انا ثاني برجع للمبادره دي، بالنسبه للمستشفيات الليله القضارف ما فيها اكسجين، لما بلد تكون مستشفيات الرسميه الكبيره ما فيها اكسجين معناه شنو؟ طيب اللي بيمنع شنو؟ يا اخواننا وزاره الصحه غلبه خلاص، كويس؟ الحكومه الاحزاب بتصارعوا، المهم غلبوا خلاص، العساكر يوم بيتفرجوا غلبكم نعدوا معاهم سوا خلاص. طيب الحل شنو؟ المعالجه شنو؟ شوفوا يا جماعه، احمد الضي ده ما عنده لك عصايه موسى، لكن احمد الضي ده زول مسكين مواطن بيشوف رايه، وانت ذاتك كمواطن بتشوف رايك الخاص بك، وانت بتشوفي رايك. انا غايته رايي البسيط المتواضع بقول انه افتحوا الباب رسميا بعد ده للتبرعات، افتحوا الباب للمبادرات، يعني القضارف دي يفتحوا الباب لكل المغتربين البرة والمقتدرين اللي هنا خلاص، على انه يدفعوا مبالغ للولايه هناك خلاص، وهم اللي يصينوا المستشفيات دي ويقيفوا عليها ويجيبوا اجهزه الاكسجين. مغترب واحد من القضارف قد تلقاه يقدر يوفر لك جهازين اكسجين، كويس؟ هل بيمنع شنو؟ القضارف الليله ما بكون فيها اكسجين، البلد دي منحدره على وين وماشيه على وين؟ مستشفى الخرطوم الليلة فيها مشكلة في الأكسجين، مركز فضيلة الليلة فيه مشكلة في الأكسجين، المراكز كلها بقت حتى الخاصة والعامة بقت في مشكلة في الأكسجين ده، بالإضافة لأنه في مشكلة في الأدوية، الأدوية ذاتها فيها مشكلة. يبقى اللي بيمنع شنو الليلة؟ وقت أنا مشاكلي كثيرة، أنا من الليلة ما أطبق النظام الفيدرالي، الأحزاب جارية ورا المصالح بس دايرين ولا ولا ولا، يا أخي ولا شنو؟ أنتوا كنتوكم ولا بتنجحوا هسه؟ المشاكل دي حتزيد، الكيزان حيشتغلوا لك شغل أنت ما حتقدر بعدين تعمل معاهم حاجة. كويس حيسقطوك في لحظات. يا اخي نحن دايرين الحكم لما يكون فيدرالي وكل ولايه تحكم نفسها، كويس؟ اللي بيمنع شنو؟ اي ولايه تخلوا ناسهم يدعموها.
الليله مغترب لو جا من برا غاد واحد يقول لي احمد الضي والمعني ام منه اوريك المعني ام منه. الدوله لما وجهت الكلام ده وجهته بتوجهات حزبيه. في ناس كتار مستغلين عندهم قروش دارين يدفع ما قادرين يدفعوا القروش. ليه؟ الشغل حزبي وموجه. الليله ممكن يجي مغترب شايل معاه كذا مليون دولار يقول انا من اولاد القضارف داير ادعم مستشفى القضارف وداير ادعم مباني القضارف وداير ارصف الشارع لو في طريقه بالتنسيق مع الحكومه وافعل واترك. طيب انتوا عارفين عادي ممكن الاحزاب السياسيه يحرشوا فيه يقولوا الزول ده كوز عادي جدا عارفين الكلام ده. ما همه انت كمواطن تموت ولا تحرق دي حاجه ترجع عليك انت. دي الاحزاب بنظرتهم للناس. الليله في احزاب سياسيه زي الحزب الشيوعي المنظمات الدولارات الثقيله اللي بتجيه داخله الليله بيقدر يصيب مستشفى القضارف. الليله حميتي من جبل عامر بيقدر يصيب مستشفيات السودان كلها. الليله كل الناس الليله صلاح قوش من الشركات بتاعت البترول بيقدر يصين السودان كله. كل الناس دي الليله قادره على انها تصين. لكن اي زول انا ما عارف الناس منتظره لشنو. ما في زول داير يدعم ولا ما في زول لغايه الان ما داير يقدم. كويس؟ شركة زين الدولار داخلي وخارج طوالي مباشرة. الدولار ده المفترض يكون هنا ذاته في بنك السودان. ما في سلطة ما في كلام ما في رقابة. الحلول انه تتفتح المبادرات. ما عندك حل الان بمرقك من الازمة بتاعت المستشفيات دي غير المبادرات. غير انك تفتح لكل المغتربين وكل المقتدرين وكل بيت تفرض عليه ان شاء الله جنيهين من ابناء الولاية. اي ولاية قفلوا نفسهم بيقدروا بصين المستشفيات بدون معاكسه من النظام القديم الدوله البائده او الدوله العميقه وبدون معاكسه من الاحزاب السياسيه اللي ما بتسوي حاجه وما بتخلي زول يسوي. وكل زول جدار يقدم حاجه يتهموا لك بالكوزنه. هو الكوز ذاته كان قام بيبني كان الناس رفضوه. هو الكوز ذاته لو كان بيعمل وكان بيصلح كان الناس رفضوه. الكوز كان بيسوي الحاجه دي ما كان الناس ذاته شالتها معه لو ما بياكل حق الناس وبيجيف مع الناس وبيرد طول الناس وبعمر الارض وبسوي. لكن لانه ما بسوي الحاجات دي وبسوي ضدها الناس سارت عليه. الليله يا احزاب سياسيه يا رئيس الوزراء نحن مبادره السيد رئيس الوزراء اتبنى لنا المبادره دي. اتبنى لنا المبادره. انا عارف الاحزاب ما حتخليك ولا حتديك فرصه. خلاص المبادرات دي تقبلها السيد رئيس الوزراء لما يجي الحزب الشيوعي يقول لك وافقنا ولما يجيك حزب البعث يقول لك وافقنا. ديل الاحزاب ديل اللي هم يعني بشكل كبير هارشين رئيس الوزراء. الليلة تبنى لنا المبادرة دي بأنه كل المغتربين وكل الناس المقتدرين اللي هنا الناس دي تدعم عشان تكون نظام فيدرالي من الآن. مش تجي بكرة تقول لهم الولايات حتكون نظام فيدرالي ويكون ما بيزول عارف النظام الفيدرالي ذاته شنو. من الليلة خلي الناس تعرف أن النظام الفيدرالي ده بيقوم على الاعتماد ذاته على نفس الولاية ذاته وعلى ناسه وعلى سكانه وعلى أعماله وعلى غيره. ناس بيقول يا احمد ضي انتوا بتنتقدوا كنشطاء لكن ما عندكم حلول. ليه ما بتقدموا حلول؟ انا ما اقدم لك حلول. اقول لك شنو؟ المجتمع الدولي ما داير يديك قروش. انا اقدم لك حل كيف؟ الحواضن الاقليميه واصدقاء دولتك ما دعمتك. كويس انا اعمل لك كيف؟ طيب انا حقدر اقول لك والله انا فكرتي البسيطه بس يتفتح الباب ده. يتفتح الباب ده انشاء صناديق في الولايه تبعد عن الاحزاب السياسيه نهائيا لانه ما دخلت الاحزاب السياسيه في شيء الا افسدته. ما دخلت الاحزاب السياسيه في شيء الا ازعجت الناس اللي قاعدين. نهائيا ما يكون في اي اسمها احزاب داخله في الموضوع ده. البته خلاص ما يكون في حاجه اسمها احزاب سياسيه. هل بيمنع شنو في الموضوع ده؟ هل الكلام ده صعب للدرجه دي لدرجه انه الناس ما قادره مثلا يا اخواننا كده وصلوا معي الرساله دي لايك شير. يا ريت توصلوا معي الرساله دي. يا ريت توصلوا معي الفكره دي. خلوا الناس يوصلوا الكلام ده باكبر قدر ممكن. يمكن انا بقدر يمكن الناس الليله مضغوطه مع المباراه لكن انت في المباراه ومستمتع بها برضه فكر انه عندك مشاكل. كلنا رياضيين لكن فكر انك عندك مشاكل. في اخر بذكركم اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين الشير اسفل الفيديو على يدك اليسار زائد ملصقات. طيب النظاره خليها يا نيمار النظاره خليها. كويس ركز مع الموضوع ادينا رايك انت زادك. كويس قال يا اخوي البلد ما فيها عيش. هو يا عجيب الشوارع الليله ما يعني انا واقف اكثر من ساعتين قبيل بتسكر في صف بتاع عيش. اكثر من ساعتين حالي حال المواطنين الثانيين. انت عارف بعد ساعتين بعد ده كله ما لقينا عيش. في ناس قعدوا 4 ساعات 5 ساعات عيش ما في. انت يقول لك عيش ما في. كانت انتظر الطاوله عيش ما في. كويس عشان كده قلنا لكم ما تشغلوا لجان المقاومه في الموضوع ده. لجان المقاومه دي حتتقطع ولا حتعمل شنو يعني؟ لجان المقاومه دي تكفي لوين ولا وين؟ ما كفايه البلاوي الموقعينها فيها في الاحياء؟ كفايه خلاص يا اخي. قالوا لا الا يكونوا هم تعبهم ما خلوهم ذاته يفكروا ولا يستردوا انفاسهم ولا خلوهم يفكروا في انه البلد المفترض تمشي بواحد اثنين ثلاثه.
كويس. ليه الكلام ده؟ ليه اهدار الطاقات بدون فايده؟ ليه يا احزابي بتقصدوا الكلام ده؟ عشان المستغلين اللي هم في لجان المقاومه كلهم ديل ما يفكروا في انه يضعوا خطط ويعدوا اوراق وغيرها، كويس. عشان كده نحن بنقول باب المبادرات الطوعية دي، المبادرات الطوعية لما تطلق على أي ولاية، الولايات دي تقفل، الولايات دي تقفل على نفسها، أي زول هو اللي يعمل ممكن تحل المشكلة. مشكلة العيش دي يا جماعة غشونا، قالوا لنا قال اسمه شنو؟ قال لنا قال في مطاع اسمه شنو، بعد ما كان اتكلمنا فيها حتى بدوا ينفذوا فيها موضوع العيش ده اللي هو الأفران. قلنا اللي بيمنع شنو؟ إنه تتجاب أفران ويكون مثلا في فرن بنتج مليون عيشة. المشكلة وين؟ المشكلة وين انه يكون في فرن كويس انتج مليون عيشة في كل ولاية، انتج 500,000 عيشة، بدل ما انت تجي تقيف تحضر لك 1000 عيشة، تحضر لك 500 عيشة، 50 عيشة، يقول لك يا اخي انتهي، يقول لك انتهى. المشكلة وين؟ وما يكون مخصص، يكون معمم، يكون حاجة عامة للدولة من القطاعات العامة بتاعت الدولة. الفاتح صميم قال لي انا الليله قمت 3 صباحا رجعت 7، الليله هي اشتغلت شغل بشكل كبير جدا جدا كويس. طيب قال منور يا راكز، تسلم يا مهند عابدين، تسلم يا بدر كويس. بيقول لي المشكله في الاخلاق، نعم في كثير من الناس بيسرقوا فعلا الدقيق ده، خلاص اللي بيطلع من هناك بيشيلوه بيمشوا بودوه يبيعوه يكشحوه، المهم. وده كلام مزعج يا جماعه، ده كلام مزعج جدا. البلد ليه تمشي بالمستوى ده يا جماعة؟ البلد ليه تمشي بالمستوى ده؟ انتوا قايلين موضوع العيش وموضوع الدقيق ده يعني موضوع سهل؟ موضوع العيش وموضوع الدقيق ممكن يقلب الحكومة دي في لحظة. موضوع العيش وموضوع الدقيق بس يكون عيش ما في زي ده، والله العظيم وكتابي الكريم ممكن يقلب لك يا اخواننا. الليلة الولايات العيش بخمسة جنيه يا جماعة، العيشة بخمسة. هسه الليلة الخرطوم دي كان بقت الافران فيها بخمسة جنيهات، هسه ما كان الفيسبوك ده مدور صباح ومساء؟ ليه يعني الا لما تكون الخرطوم؟ باقي الولايات ليه النظرة المركزية دي؟ الليلة لما تكون الولايات، يا هالولايات هسه كلها معانية، كل الولايات الان معانية، امسكها من الشمال، امسكها من الشرق، امسكها من الوسط، امسكها من الغرب، كلها اللحظة دي معانية عيش ما في، عيش ما في. اسمعوا الكلام ده ونركز فيه كويس، لازم اي زول اي زول يحل الموضوع ده. الاحزاب نحن جبناها كويس، قلنا انها تحل الازمه، تحل المشكله، جات ذات الطين بله زياده. الحل شنو لو انت بتجيب العيشه بجنيه يا جماعه؟ الليله اللي عندهم منو؟ الليله اللي عندهم عيشه بجنيه منو؟ اللي عندهم العيشه بخمسه جنيهات منو؟ ناس اللبيض تقريبا الليله بخمسه جنيهات، بخمسه جنيهات. في ناس الليله من القضارف قالوا بخمسه جنيهات. انتوا دارين تأهبونا نفسيا من هسه عشان ترفعوا علينا سعر الدقيق فجأة، ترفعوا علينا العيش ولا شنو؟ ده موضوع مزعج جدا. كويس؟ يا بلا جاب لي الآية بتاعت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يا بلا هوي أحزابك دي غلطانة، خلي جاي تغلط الشعب زي عمر البشير زمان، أي حاجة يشبكوك الشعب غلطان، والشعب لا يتقي الله، والشعب لا كده، وقيل الإعرابي، يا خلي يقتلوا الإعرابي ذاك الكرهونا به وذاك يا أخي، خلاص ما أعرف وسي ذاته وين، فهمت؟ إعرابي قال قبل مليار سنة أنا ذنبي شنو أمشي بيه الليلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وزي ما قلت أول رشيد خمسة وصايف، والبلد تعبانة كويس؟ البلد تعبانة، والبساط والإضرابات حلفة بورسودان عطبرة الخرطوم والحكاية ماشية ماشية على باقي الولايات متمددة، والصفوف بتاعت العيش، الصفوف بتاعت العيش جارة صف 50 60 70. قال لي امشي عفراء اسي العيشة بثمانية جنيهات، لا حول ولا قوة الا بالله. بنت ادم عمر قالت لي بجنيه، لكن صف يكسر نصك، لا حول ولا قوة الا بالله. معقول يعني معناها وقفة طويلة جدا كويس. قال لا حول ولا قوة الا بالله، 5 جنيه العيش اطفال المدارس يفطروا كيف؟ ما هي دي المشكلة. عشان كده انا قاعد اقول لك انه ما حتتحل المشكلة دي كويس. لما كنا كويس، لما كنا زمان بنقول يا اخواننا الناس دي ما حينجحوا في مواجهة الازمات، كان الوقت داك بيهاجمونا بجدادهم. هسا الان هم فاشلين في حل الازمة، فاشلين وما قادرين يعترفوا بالكلام ده. طيب الكهرباء قاطعة، الكهرباء الليلة قاطعة في حتات كثيرة جدا. الجزيرة مدني بثلاثة اللي هي ثلاثة عيشات ب 10 جنيه، أبو تامر أبو قرون، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال كيس العيش بقى ب 5 جنيه من الفرن، تيسير، لا حول يا تيسير. يلا أها يا جماعة،
دفع الله قال لي انا ما بتذكر انه اكلت اخر رغيف 200. الكلام ده قاله لي جبال واحد اسمه ابراهيم بتاع بقاله، والله بتاع بقاله، كنت جاذب معاه وطرف الحديث، فجاء الموضوع على سيره العيش، فقال لي والله العظيم انا ما متذكر اشترينا عيش اخر مره 200 او اكلت عيش 200. ده زي لما كان يقول لك في الكاريكاتير، يقول لك السوداني واحد بيتونس مع جاره وقال له شنو كده اللحمه، قال لي واللحمه بتذكرها يا اخي. فكذلك الان العيش بقى بنفس المستوى كويس. قال لي أسي اشتريت من النهود 5 عيشات ب25 جنيه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اسمه عبد المنعم كويس، اللي هو بحييكم من بلاد الرمال من النهود، وبقول لكم إنه اشترى 5 عيشات ب25 جنيه، معناه العيشة ب5 جنيه. يا جماعة قضايا الولايات الثانية لازم تدوها اهتمامكم يا اخوانا، ما ممكن نبقى بس تفكيرنا الا في الخرطوم. هي الخرطوم ما شاء الله زادت شبعانة ازمات، لكن الولايات دي ازماتها قاعدة تكون اصعب مننا دائما. وقت العيشة في الخرطوم عملت جنيه، الوقت ده كانت في نيالة عملت بجنيهين. الولايات دي عايشين الم ما عادي. قال تسلم يا ود ابراهيم، قال لي والله جوعة ربنا يعين. والله والله يا عيسى كلامك صح. قال لي اليوم الأمين رجع من المدرسة قالوا ما في عيش. خلاص أبو الأمين تسلم يا أبو الأمين، تسلم والله. قال لي بيجيب القمح منه، ما عندك حل غير تجيبه لك الإمارات يا سراج، ما عندك حل. اللي هو اسمه سراج أبو أم كويس، أنت في مرحلتك الحالية دي ما عندك، لأنه لسه عشان أنت تصل مرحلة تعمل اكتفاء ذاتي داخلي هنا، أنت دار تصرف ملايين الدولارات الثقيلة جدا. بعدين أنت لو دار تعمل مرحلة اكتفاء ذاتي ده المطلوب، لكن المشكلة الآن أنت لازم تلقى إعانة، وإعانة الدول كلها عبت تعيننا. يعني إحنا ما دارين نعيش على نظام الإعانات، ما دارين نعيش، يعني ده ما يكون مدخل لأنك تتحكم فيني أنا كدولة وفي سيادتي، لا. لكن يا أخي لغاية الآن ولغاية اللحظة دي كويس، ما في دولة دعمك، ما في دولة دعمك كويس. بسبب شنو؟ بسبب انه الحكومة دي شيوعية. الحكومات الشيوعية مكروهة في اوروبا، مكروهة جدا في اوروبا، ومكروهة لدى الامريكان. ده نظام اشتراكي وده نظام رأسي مالي، الا بعض التسويات اللي بيحاول يغودها خضر ده شفيع خضر، لانه زول شيوعي وليبرالي كويس، شيوعي وليبرالي. طبعا دي يعني قالوا الغرب والمغرب والمشرق لا يجتمعان كويس، وما عارف جمعهم كيف، على اية حال. قال الناس ما تاكل ارز ولا ما تاكل الا رز، والله صحيح، والله الجبال قال لي بناكل مكرونه، ابراهيم بتاع البقاله قال لي بناكل مكرونه. قال النهود 2 عيشة ب10 جنيهات، لا حول ولا قوه. ده ابو عبد الرحيم، شمال كردفان شمال بار اليوم 3 سنة العيشه ب4 و5 جنيه، زي ام قرف. شفتوا يا اخواننا، شفتوا، ما قلت لك دائما الولايات بتلقى معاناتها اكبر من معاناتنا نحن كويس، بتلقى انه الولايات معاناتها كويس اكبر من معاناتنا. قال والله يا جماعه عيش بجنيه ما في، لانه العيش البجنيه دي وزنها 70 جرام ووزن العيش الان 15 جرام. والله يا اخي، والله يا اخواننا غلبنا ذاته فين نقوله؟ غلبنا كده يا جماعه. اي زول يطرح لنا انتوا شايفين حل ازمه الرغيف شنو؟ انا بالنسبه لي يجيبوا الافران دي تكون لا مركزيه في كل الولايات. الفرن انتج لك سعه بتاعت رغيف عاليه جدا كويس. ما ممكن انا اعمل لاسي مشكله الافران بتمشي مثلا بتلقى العيش انتهى، تعال جيب لي فرن انتج لي 100,000 عيشه. طيب مهند بيقول 30 مرصق. تسلم يا اخ تسلم، لانه اللايف قطع قبل شويه. قال في كوستي 3 عيشات ب10 جنيه، وبقول جنوب كردفان العيشه في ابو جبيهه ب6 جنيه. ما هي دي مشكله، نحن مشكله يا جماعه، نحن ما عارف غايته ربنا يكون في العون، ربنا يكون في العون. لكن والله بالطريقه دي الحكايه صعبه شديد جدا جدا، الحكاية صعبة شديد جدا جدا. طيب الناس المعانا، أنا قاعد أعاين، هل الصوت واضح لديكم يا جماعة؟ كويس، الصوت لو واضح أنا قاعد أعاين عشان ما يكون قاعد يقطع برضو. طيب
كيف الوضوح بتاع الصوت الآن يا جماعة؟ هاي البلد دي غايته بالمستوى ده والله يا جماعة، نحن هندخل في مشاكل كتير والله والله بالمستوى ده. إن شاء الله ربنا يحل الوضع. ويا جماعة بالمناسبة الليلة أيضا شايف تم التأجيل بتاع الطلاب اللي جايين من يوهان، الطلاب اللي جايين هناك من موضوع الكورونا المرض. كويس، أجارنا الله وإياكم. الآن قال تم لغاية الآن تأخيره. الحاصل شنو يا جماعة؟ تسلم أستاذ محي الدين يا أخي، تسلم. الحل شنو؟ الموضوع ده النازل هيقعدوا هناك لمتين وهيقعدوا بالشكل ده لمتين. طيب قال لي الناس تخلي العيش ولا كيف؟ أزمات في الوقود وفي كل شيء. والله صحيح، والله كلامك صحيح. قال لي والله بالجد في الحصحيص العيش ب2.5 جنيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هسا عبد الله قال لي نحن في العيد العيش ب5 قبل السقوط، والآن الحجم قل، وبعد ده بنقول أريته يكون موجود، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي سلام أحمد كويس مدني ده ما قام وجاب أفران تنتج هنا 15,000 رغيف في الساعة دي. ما أنا قلت لك إن إحنا قاعدين نطالب دائما في اللايفات الحلول اللي بنطرحها، بنقول تجيب أفران تنتج لك كمية بتاعت عيش كبيرة جدا توقفك من المشاكل اللي أنت داخل فيها دي. نحن يا جماعة غايته يعني محتاجين نعبر، نعم كويس محتاجين نعبر، لكن ما نعبر حمدوك. يعني حمدوك دايما بيقول لنا دعونا نعبر يعني بشراكة وطنية. والأزمات يا هذه يعني بالي الشعب السوداني كويس. قال لي الناس تخلي العيش وتلجأ للكسرة، في ناس ما بيقدروا يأكلوا كسرة يا أحمد، في ناس يقدروا يأكلوها، في ناس عندهم حوامض، في ناس ما بتنفع معاهم المصران كويس، ما بتنفع معاهم. قال الدقيقة المدعوم يوزع للمواطنين والمخابز تشتغل تجاري، فكرة يا أبو محمد، فكرة كويس. طيب نشوف حل أي زول. طيب ونحن على المشارف يمكن كويس في الوقت ده نحن بنسأل سعر الدولار الليلة عامل كم يا أخواننا؟ سعر الدولار الليلة عامل كم؟ ده سؤال كويس أي زول يسأل نفسه ليه؟ سعر الدولار الليلة عامل كم؟ الدولار الليلة عامل 108 جنيه مساء الأحد الليلة، عامل 108 جنيه. الدولار ما بيرتفع، الجنيه هو اللي بيسقط كويس، أو الجنيه هو اللي بيهبط. 108 جنيه الليلة سعر الدولار الميزة 108 جنيهات، سعر الريال السعودي 28.5 جنيه، سعر الدرهم الإماراتي الليلة 29.5 جنيه. ها الحاصل الليلة في البلد، واليورو 115 جنيه. واحد بيقول لي الآن 110 جنيهات، لا استبعد، لا استبعد بأي حال من الأحوال، لا استبعد إنه بكرة الصباح الدولار يعمل كذا. طيب يا جماعة عاطر تمنياتنا لريال مدريد، انت مالك يا زول هاي مدريد كويس، عاطر تمنياتنا لريال مدريد بالنصر المؤزر الليلة إن شاء الله بإذن الله. ما معروف المباراة تنتهي كم، لكن كده نشوف إن شاء الله، نشوف ونتابع المباراة، وبعد ذاك احتمال نلتقي في لايف، نلتقي في لايف بعد المباراة احتمال، لكن شنو نقول ريال مدريد منتصر الليلة. توقعاتكم ها، المنتصر منه برشلونة ولا الريال؟ ها في الخواتيم أي زول يجاوبنا في التعليقات. إغلاق شارع الغصر ومجلس الوزراء المصدر قناة الحوش، 200 الكلام ده يا إسماعيل، 200 الكلام ده. نصر الدين قال لي دينار كويتي وصل 344، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 344 جنيه. لك التحية يا نصري والتحية للكويت الجميلة كويس. شارع الغصر يغلق الليلة ولا أمس؟ هنا يغلق أسي ولا قبيلة يا جماعة،
جبال اتكلموا النهار عن انه تقريبا اغلق، لكن زي اللي كان مؤقت. هسي الان الشارع اتقفل قبل شويه ولا؟ الريال هاي الريال اكيد شايفين الجماهير المدريديه طوالي بدوا يجوا يقولوا ريال مدريد، كويس طوالي بدوا يقولوا ريال مدريد هو المنتصر الليله هاي ان شاء الله. في واحد قال لي قال برشلونه بتغلب 5-0، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله مرانا بتذكر كان ريال مدريد برشلونه جابوا فينا 5، حتى شافي جاي فيها جون. والله انا بتذكر يعني كانت مساله مزعجه خلاص. 6 وانت مالك هسه مزعج؟ لا انت مالك مذكرني يعني، انا ما مذكرها يعني، انت مالك مذكرني. 6 ما لكل مباراه ظروفها نمره 2 ذاته، لكل مباراه ظروفها. هناي طيب تمام. قال لي قبل 40 دقيقة اتقفل شارع القصر، ليه في شنو؟ ما في دعوة عظيم بكرة لموكب، لاقتك يا مصطفى؟ ما لاقتني غايته، لاقتكم انتوا؟ كويس؟ لا حول ولا قوة الا بالله، الدينار الليبي اليوم 32 جنيه سوداني، لا حول ولا قوة، انت كتالوني ولا مدريد؟ أنا؟ أنا زول يا أخي مسكين ساجد يا أخي، بعشق حقبة الجلاكتيكوس. بعشق التاريخ بتاع ناس ريموند كوبا خلاص وسانتياغو برنابيو، حقبه الجلاكتيكوس بتاعت ناس رونالدو وبيكام واوين وزيدان وفيجو، تلك ايام انخلت يا ولدي خلاص. كلاسيكو لا 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 ثلاثه لا حول يا مالكم انتم مع الريال، لا عليكم الله. النصر البلوغرانا في ارض الملوك ونهتف جوا داركم نحن سيادكم يا عبد الله. اهو كان الريال غلب، الريال غلب والله. لا موقف يجيب قزي عباس مدني، قال لي الريال لو غلب تمشي فين؟ كويس قال لي الريال لو غلب انا بعمل لايف احتمال بعد الله، هو احتمال اصلا في الحالتين، لكن غايته بامل اكبر اذا انتصر الريال، وان شاء الله ينتصر يعني ان شاء الله رب العالمين. كويس. في ناس جوسي يا جماعه كويس، يمكن قال 5-0 للحارس من قحط، والله الا كان كده، والله الا كان حارسهم مدني عباس هنا ممكن. كويس الا كان عريض المدني عباس هنا، معلش منطقيه. كمال ترباس كره الهلال الترجي قال مشيت اشرب مويه خلاص، قال مشيت اشرب مويه وجيت شنو لقيتها؟ قال 5-0 اتذكر كويس، قال لقيتها 5-0. ده ترباس، انت ترباس كنت الحارس؟ كيف مشيت تشرب مويه وجيت لقيتها 5؟ كان تساهل ذاته في التصريح ده. كويس لا حول ولا قوه الا بالله. كويس طيب الناس هنا ما زالت بتذكر، والله انا ما اعرف غايته، لكن الله ينصر الريال غايته، الله ينصر الريال. في ناس كتار توقعاتهم ما. طيب تمام في الختام، الشايف الريال منتصر اكتب تعليق، الشايف الريال منتصر اكتب تعليق، والشايف برشلونه هي اللي بتنتصر اعمل لايك. هسي الان الشايف برشلونه هتنتصر اعمل لايك، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين. والشايف ريال مدريد خلاص حيقوم ينتصر يكتب تعليق يقول الريال. عيسى بيقول لايف ضروري والله بعد المباراة، تسلم. كويس قال عباس ما ده قصة مع قص جد، والله يا مهدي ما عندي ضد شخصي مع مدني عباس، لا التغينا قبل اليوم ولا انا زي ما بقولوا شغلي زي شغله ولا علاقتي مع اسامه داوود زيه، زولني ساكن ساجد انا فهمت، لكن في حاجات الزول ما بيقبلها. انت معلش قد تكون من مناصرين وما بعيد من حقك فهمت، لكن برضو ناي طيب قال في كل الاحوال طيب كويس تمام ما في مشكله ما في مشكله. المدريستا والكتالونيين، المدرسة والكتالونيين مش كده؟ طيب تمام ان شاء الله على المباراة، السلام عليكم.